على واقع الخذلان تفيق القدس وتمسي، حيث يراد لأهلها أن يصبحوا أغراباً في ظل القرارات الصهيونية التي تستهدف هدم منازلهم. أكثر من 200 عائلة فلسطينية في القدس تواجه خطر إخلاء منازلها لصالح مستوطنين بعد قرار المحاكم الصهيونية تأييد إخلاء العائلات الفلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان وعائلات الصباغ في حي الشيخ جراح، قرارات يقول الاتحاد الأوروبي عنها إنها استمرار لعمليات غير قانونية تعرض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك. وتؤكد بعثات الاتحاد الأوروبي أن القوانين المحلية الصهيونية لا تعفي إسرائيل كقوة احتلال من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم. بيانات هنا وهناك، لكن الحقيقة الظاهرة للعيان هو استمرار الاحتلال بانتهاكاته لإخلاء القدس من أهلها من عمليات غير مسبوقة دعمتها اتفاقات التطبيع العربية التي بدأت من الإمارات والبحرين مرورا بالسودان، لينضم المغرب العربي أخيرا لقائمة المطبعين في موقف لا يخلو من الابتزاز السياسي الذي اتبعته واشنطن مع الخرطوم وكررته لاحقا مع الرباط. أساسه الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية مقابل التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الاحتلال. ومع تأكيد الدول المطبعة أن هذه الاتفاقات لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، لكن الواقع الظاهر للعيان يشير إلى أن ما يجري بمنزلة خطايا سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني. هذا الذي أيقن أن اتفاق أوسلو وبيانات الأنظمة العربية لم تكن سوى خنجر طعنت به القضية الفلسطينية، التي تتحرر اليوم من كل ذلك لتعود المبادرة للشعوب لتقول كلمتها.